عن هذه القضية يعني بمقدار ما أتعامل بجوانب يعني الفقهية توقيفات جهات أم لا أما هذا التفسير غير مطلع عليه لكن يعني لا حتى تكون نصيحة لي وتبقى نحن يعني أطرحتنا هنا جانب فقهي وأصولي أيضا جانب فقهي وأصولي ليس جانب ارتكازي عندما تسألني أنا غير ملزم أن أجيب حتى عندما أجيب ربما ارتكازا يكون غير مصيب بهذه القضية وحتى عندما أخذ إلى البيت وأجيب وبعد فترة تستلم يكون فيها شيء كما قال السيد رحمة الله يقول طبقوا على الحصى الأمين لا يوجد أسماء في المقام فنحن فيها الخصوصية فلا يكون في بالك نحن نعلم كل شيء والمفروض أن نعلم كل شيء لكن بهذه الخصوصية يوجد الشخص يعني قال يوجد الشخص وحاجج زيد وحاجج عمرو هذه الخصوصية أمام نحن أيها الكرام لهذا الشخص قرأنا عندنا مصادر قديمة خصوصا الغنيسبية قرأنا ليلة وثانية تعلم موضوع جديد لم نخذ به وليس عندنا أوليات لا خلق مقدمات في الفيزياء ولا طيب بعد خارج في الفيزياء وليس عندنا تقييمات في الفيزياء وعلم الفلك هذا يتفرع هو منه فمباشرة دخلنا بالبحث الخارج مع المستحيل ماذا نفعل لأننا سئلنا فأصبحنا بالمحل وهذا المكلف في بالي أننا نجيب على كل شيء فقلنا لنقرأ وسنواجه ذلك الإنسان عنده شيء ذلك الشخص ويكون عندي شيء والتقي فيه رئيس الجامعة الفلانية ولا الجامعة في داخل العراق خارج العراق ولم يعطني أحدهم جواب وأريد كذا وأنا يعني أمور كثيرة حقيقية هذا الإنسان والشخص مكلف لا بأس بذلك لا بأس عندما تأخذ موعد ولا يأتي ذلك الشخص احتراما لمرجع تقليدك تأتي تقول أنا أتأسف أنه لو يأتي ذلك الشخص هذا يحتاج مرجع تقليده وأنت مع أي شخص عندما عندك موعد الجانب الأخلاقي لا يلزمك اليوم تعتذر لكن ماذا نفعل لكن نحن حتى لا يذهب لي الأمر صدر إن شاء الله نقول كل ما حصل هو فيه خير نحن هكذا نقول ما نجري من مجريات من الله سبحانه وتعالى لا يخلو من فائده هذا خلف موعد وهذا خلف موعد لنفسه هذا بينه وبين الله هو قضيته أما نحن إن شاء الله يعني سنقدم شيء ونجد البركة تلك الليالي هذا لكن ولا يقول أنا من جعلت هذه القضية هو قد يعني لم يلتزم بالجانب الأخلاقي وانتهى دوره بهذا الأخلاق لكن نحن نقول كل ما يحصل الله سبحانه وتعالى جعل فيه المصلحة فإن شاء الله قدر ما نستطيع سنحكي لكم شيء نحن محكينا ربما في الدرس قبل الماضي سؤال ربما سألنا فقه في المقام ولا بس أن نرجع عليه سريعا يعني أنا في بالي يعني فهمت شيء من النظرية النسبية بس أعطي إليكم ما فهمت وقدر ما أستطيع القوانين قوانين النظرية النسبية سأؤسس عليها بعض الارتكازات العقائدية عندنا وبعض التفسيرات ربما لبعض الوقائع الإسلامية التي لم عندنا والشيء الآخر عندنا ربما تعليقات يعني يحتمل أننا لم نفهم أو الكاتب لم يبين لنا وينقل لنا ما رام يقول أينشتاين لكن عندنا تعليقات مجرد منطقية ليست لها علاقة بالجانب العلمي وربما أيضا هي أيضا بعيدة عن المنطق لكن عموما شيء صحيح سمينا الموضوع نظرات النظرية المسلمة أما السؤال الأول ولا أعتقد سنقول بتفصيل الأمر وإنما على نحو الإجماع سنشير نحن تحدثنا ربما عن الضوء وسرعة الضوء في الدروس السابقة فقلنا سرعة الضوء هي كأنما هكذا حاليا ضمن القوانين الطبيعية وضمن عالم الطبيعة بأن أسرع شيء حاليا هو الضوء ولا يوجد يعني شيء يصل إلى يستحيل باقي الأشياء أن تصل إلى سرعة الضوء فقلنا سرعة الضوء هي عبارة عن 300 كيلومتر في الثانية كيلومتر في الثانية هذه سرعة الضوء وقلنا حتى نقرب 300 كيلومتر في الثانية هي كأنما إذا كانت المسافة بغداد نزلت 150 كيلومتر فبغداد 150 وترجع 150 تكون للأبنين فبغداد وإياب واحد وذهاب وإياب ثاني وذهاب وإياب ثالث وذهاب وإياب رابع ألف مرة ذهاب وإياب تحقق لك سرعة الضوء يعني الضوء بالثانية الواحدة لأنه ما يذهب إلى بغداد
ويرجع إلى هذا المكان بمقدار ألف مرة. وإذا فقط بهذا نقول بمقدار ألفين مرة، واحدة وثانية وثالثة ورابعة عليه المقدار. أو يعني بتعبير آخر نقول الثانية الواحدة يقطع، يعني ربما يعني المقادير التقريبية يقطع الضوء بالثانية الواحدة سبع دورات حول الأرض كمسافة، يقطع الضوء سبع دورات حول الأرض بالثانية الواحدة. وهي قلنا هذه هذا سرعة هذا المقدار هو سرعة الضوء. سألنا سؤال في الدروس السابقة قلنا ضوء الشمس يصل إلى الأرض خلال كم دقائق؟ قلنا ضوء الشمس يصل خلال كم دقائق؟ فنقول كم مسافة بيننا وبين الشمس؟ نحسب كل ثانية هذا المقدار ثمان دقائق، كم سيكون المقدار؟ فعندنا احنا ثمان دقائق بيننا وبين الوصول إلى الضوء لنا خلال ثمان دقائق، ثمان دقائق في هاي تحولها إلى ثانية، وبعد ذلك كل ثانية هي فيها 300 هذا يظهر لنا ناتج مسافة بيننا وبين الشمس. هذه إن شاء الله سنأخذ هذا البعد الرابع اللي يعتبر أينشتاين بهذه العناوين، إن شاء الله سيحضرنا أيضا بعض التفسيرات قضايا تفسيرية وأقاليمية إلى الحكم الغالي. نحن قلنا أيضا طرحنا في ذلك الدرس وأيضا لا بأس به نعيد لأننا هكذا نقول لو هذه الكاميرا حاليا تصور بوجود هذا الضوء، لو أنا وقفت في مكان معتر 100% والكاميرا كانت في جانب آخر ويرى عليها 100%، فهل يستطيع أو تستطيع الكاميرا أن تلتقط الصورة لي وأنا في الظلام؟ فقلنا لا لا تستطيع أن تلتقط. أما إذا يعني غيرنا الحال وقلنا يكون تكون الكاميرا في ظلام دامس وأنا أوجه لي الضوء وصور صاحب الكاميرا لي، هل ستلتقط الصورة لي الكاميرا؟ قلنا نعم تلتقط. فهذه تجربة يعني بسيطة وأولية بالفيزياء، قلنا لأنه يعني العين ماذا ترى؟ ترى الضوء الساقط عليها من الأجسام، نتيجة الضوء يسقط من الجسم على العين فترى الجسم بهذا المعنى البسيط بهذه الخصوصية. وهذه القضية إذا نحن يعني عندما يأتي ضوء لي فالضوء يسقط عليه وبعد ذلك ينعكس إلى العدسة يصور بالعدسة. فنحن نقول هكذا إذا عندما يعني العدسة صورت هذا الشخص، يعني لنفكر في هذه القضية، أنا في هذه اللحظة هنا فسقط علي الضوء، يعني هي القضية غير ملموسة يعني حتى بالدقة ربما فيها يعني شيء من الصعوبة حتى التصور، لكن لا بأس، يعني سقط علي كما صور القضية تثبت صوري، سقط علي الضوء وحاليا الضوء ينعكس إلى العدسة. فعندما انعكس الضوء إلى العدسة أنا انسحبت من مكاني إلى مكان آخر. فالعدسة عندما تلتقط صورة وقطع الضوء هاني، العدسة عندما تلتقط صورة تلتقط صورة هذه الأولى اللي عندما كنت هنا واضح أم هذه الثانية عندما صبعت هنا؟ الأولى واضح أم ليس واضح؟ هذا الكلام قلنا طرحنا على الشمس، الشمس قلنا بعد ثمان دقائق أوضح من هذه القضية اللي نحن طرحناها. فالشمس هنا كانت يعني هنا فصدر منها الضوء، فهذا الضوء بعد ثمان دقائق يصل لي حتى إلى أرض الشمس، لكن يعني هذه الثمان دقائق تحركت الشمس مسافة، فعندما أرى الشمس أنا حاليا بحقيقة الأمر هي واقعا هي متحركة بعد أكثر زالفة، لأن ما يراها النار قبل ثمان دقائق. فكان سؤالنا بهذا العنوان، نحن عندنا دلوك، فهذا الدلوك نحن نرى دلوك ومنتصف وعلى الحاجب ربما الأيمن أو أي شيء يتحقق أو بالدقة نقول حصل الدلوك، لكن بحقيقة الأمر هذا الدلوك عندما أرى الشمس هذه قبل ثمان دقائق هي كانت هنا حاليا انسحبت ودخلت أكثر، فهل أستطيع قبل الدلوك بثمان دقائق أيضا أرى الشمس؟ يعني هكذا نقول بعد أن توصلنا من جانب العلم لهذه الحقيقة نقول إذا نحن لم نجعلها بالوسط ونحن نقول دلوك الشمس، إذا هي قبل ثمان دقائق كانت في هذا المكان الوسطي بغض النظر ضوءها لم يصلنا إلا بعد ثمان دقائق،
فهل يجوز لي أن أصلي قبل هذا الزوال الذي أنا أراه؟ لأن هذا الذي أنا رأيته قبل ثمان دقائق كانت فيه هذا المكان الوسطي، فهل يستطيع أن أقدم كلام؟ جزاهم الله خير، يعني أجابوا بعض الأشخاص وبعض الأخوان، قانون الأرض وقانون السماوي المقدار، نحن هكذا نقول يعني حتى نعرف ما هو وظيفة كل إنسان وكيف نتعامل مع الأدلة الشرعية. عندما نرجع إلى رواية أهل البيت سلام الله عليهم، لأنه لو كان يعني مع قافلة نقول لو استعان أهل البيت سلام الله عليهم بأهل الفلك في تلك الفترة وبحثوا عن موقع الشمس وعن موقع القرص حقيقة وأخطأوا في تلك الفترة، وحاليا توصلت يعني أهل الفلك أخطأوا وليس سلام الله عليهم وأقروا يعني بما توصل إليه الفلك، لأنه لا يستطيع أن الإمام يقول هذه خطأ لأن هذا العالم فيكذب ربما الإمام بهذه الطريقة. فبهذه اللحظة تغير العلم واكتشف شيء آخر. هنا نقول الإمام هكذا أمضى السيرة العلمية هذه، يعني انتهاج الطريق العلمي بتحديد قرص الشمس قد سلكه الإمام أو أمضاه الإمام سلام الله عليه، نحن نجري على ذلك الإمضاء. واضح أم ليس واضح؟ لأن نحن هكذا نقول كلنا حوزة صادقة في المحور، كلنا نكون يعني عندنا نفس فقه إن شاء الله. فعندما يقول الإمام سلام الله عليه يقول شيء وهو يفعل شيء حتى لو جانب علمي نتمسك به، فنقول فنبحث حاليا نجد هذا الخلل، ونقول إذا صح من حقنا أن نصلي قبل ثمان دقائق، وهكذا تسحب على كل الأوقات المغرب والفجر. لكن هذا الشيء في الخارج لم يتحقق، لأن أهل البيت سلام الله عليهم لم يسلكوا هذا الطريق، وإنما سلكوا عنوان شاخص وعنوان جدار المسجد، فنظروا إلى هذه الحقيقة اللي منعكسة إلينا وليس إلى واقع الأمر الخارجي، فكأنما سيرة عملية جرت أمامنا هنا. نحن هكذا نقول، يعني رغم من قلنا الجانب الكيميائي أو الجانب الرياضي أصلا لا يوجد تطبيق لها حتى من يقول أنا أخذت في هذه القضية، لكن لو سلمناها نقول الإمام سلام الله عليه لم يخذ في هذه القضية كما قال نحن بتحديده، لم يمضي الإمام ولم يفعله، يوجد من الكيميائيين كان في زمن الإمام لم يستعن به في هذه القضية. بل خلاف هذا، حتى عندما يسأل الإمام بروايات صحيحة أنا ذكرت في كتاب مجالس الخمر ربما حتى في كتاب القصر، يعني الإمام سلام الله يحكي إنسان يقول له مولاي كذا صنع الخور بكذا وكذا، تعلم أنت ما تريد أن تحكي، لا خلل يحصل كثير، وصنع الخور كذا كذا، يقول لا أطلت عليه، أفل يسكر بألمان، أفل يسكر يقول لا يقول له حلال، أفل يسكر يقول نعم يقول حرام، ينظر إلى تلك يعني قضية تسهيل للعباد ليس لتلك، يعني هذا أمضاء من الإمام بل فعل من الإمام سلام الله عليه بأن لا تدقق بهذه القضية، مجرد أن يقلل كيف يصنع لم يدخل بتحليل كيميائي، يريد أن يقلل كيف يصنع قال لا يعني أطلت أعطيني نتيجة يسكر أو لا يسكر، قال له يسكر قال له حرام، قال له لا يسكر قال له حلال، يعني هذه نقول لو تمسكنا بشيء وقلنا العلم متطور هذه قضية منهي عنها بهذه الرواية بهذه التفسير، فأولا يعني عرفنا ما هي الموضوعات وما هي الأحكام ومتى نستعمل الجانب العلمي، نعم طبعا إذا له أساس نواكب ذلك الشيء، لأن يعني الإمام سلام الله يقسم، أما الإمام إذا موجود في وقت شيء ولم يستعن بهذا الشيء وإنما ترك الجانب العرفي هو الذي يحقق متمسك بالجانب العرفي بعد أن نميز بين القضيتين. فنحن نقول الروايات إن شاء الله كثيرة أشارت إلى عنوان شخص وغل وطول الظل وسبعين وكذا، ربما جميع من سمع بهذه حتى في رسالة عملية أني أمد في هذه القضية، لا بس أنا لست من ما استفدت من لكن أنا سمعت الأحداث، عندما يصدر كتاب الصلاة ستجدون تحديد الظل يعني إن شاء الله من بعض الروايات وليست من قلت يعني يوجد من سلم هذا القريب، إن شاء الله ستؤمن لكم جانب الشخص لأنها فيها يعني إرباك، وإن شاء الله ستجدون من يوجد رواية تدل على عنوان جدار المسجد وهذه تؤسف أمدنا كثير من الإشكالات التي تسجل على تحكي الشخص ووضع شخص المنظر إذا صدر كتاب الصلاة عندنا إشارة لهذه القضية. عموما هذه السؤال يعني كأنما فقهية حلو بهذه، نحن ليس الغرض أن نطرح سؤال فقهي في المقام، لكن يعني مجرد هكذا أطروحها مجرد بعد مجرد سرعة الضوء ينزل من شيء شيء مجرد ما نعرف سرعة الضوء في هذا المقدار ونحن لم يكن في بالنا شيء، يعني يحصل عندنا لحد ما نوع من الاستصغار لأنفسنا والاحتقار لأنفسنا وضع لأنفسنا
مقابل الأشياء التي هي بين أيدينا ولا نعلم بها. عندما نعلم شمس وقبل 8 دقائق وكذا، يعني هكذا نقول يعني